بين المعجبين بأداء رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تعرت أصوات المنددين بسياستها، حيث لم يتردد عدد من البريطانيين بتوجيه انتقادات إلى المرأة الحديدية. منتقد تاتشر أداروا ظهورهم لنعشها في إشارة لرفض سياستها. الكثير من الناس دوليا ومحليا كان بإمكانهم فعل الكثير إلى جانب سيدة قوية بهذا الشكل، غير أنها وعوض القيم بذلك أدار ظهرها لنا واهتمت بالأثرياء، لذلك سندير ظهورنا لها طالما أننا نملك الفرصة. بمجرد إجراء التأبين في إطار وطني ونحن من يتحمل التكاليف، فالأمر يمنحنا الحق في إبداء آرائنا بشكل مختلف، بمعنى أن الكل يعتقد أن المسألة يجب أن تحدث بهذا الشكل. إذن رحلت المرأة الحديدية لتترك الشعب البريطاني منقسما بشأنها، إذ هناك من يكن لها حبا كبيرا وهناك من يكرهها. وما زال آلاف البريطانيين يعتبرون تاتشر سببا في تشرد الكثيرين منهم.